شفتها من قبل، خلص ما عاد بدي اشوفها. في شي تاني حابين اني اشوفه؟ في يلي وصلوا على الايميل. طيب ابعتي لي اياهم. يا سلام، الشغل ماشي وغير شكل. المفروض نلاقي السيناريو قبل بكره الصبح، ليش عم تضيعوا وقتكم بشغلات فاضيه مثل هدول؟ دارين خانم تفضلي قهوتك. جيجي في شي بيضحك هون؟ انا عم اضحك لاني لحالي هون وما في حدا يساعدني ولازم اشتغل بيوم عطلتي، وفوق هيك في كتير شغل كمان، وجيهان قالت لي مشان الطاقه الايجابيه ابتسم شوي. بنصحكم تجربوا اضحكي ابتسمي، يلا اضحكوا لشوف، جربوا منشان تاخذوا طاقه ايجابيه مثلي. انتوا ابتسموا يلا منشان ترتاحوا نفسيا، كتير منيح. كيف يعني؟ كيف بدنا نضحك ونحن عم نشتغل بيوم العطله؟ ما فهمت. هيك مثلي هيك منيح. ماشي الحال. ها ها غلط دارين خانم، ما بتعرفي تضحكي؟ معقول يعني؟ مو هيك ابتسمي. هيك مو؟ هيك ضحكي. هيك مزبوط؟ لا مو زبطة. ابتسمي. لح لح ما بتعرف دارين خانم اضحكي. وهيك؟ هيك مو هيك. بحاول كمان. مو هيك تعملي لأنه بتبيني تعبانة. لسه ما زبطت معك. خلاص ملهت، ما تزبط عمرها، مو معقول اضحك وانا مو مبسوطة. شوفوا عنا شغل ولازم نختار احلى سيناريو بيوصلنا من الناس، وما معنا وقت، يعني بدنا مخطط جديد. جيجي شرف اعطينا افكار وحاجة لهينا. فكرة الزبون غلط دارين خانم، مو معقول تاخذوا رأي العالم بفكرة الاعلان. يعني اسمعي شو صار، قلنا للناس اعطونا فكرة عن اعلان للسيارة، كتبوا قصة حياتهم وبعتوها على الانترنت. وانا قلت لك من وقتها موضوع الانترنت اتركه علي، مو شغلتك هي، بس انت ما فهمت، وقلت لي سلموني هي المهمة وانا وثقت فيك ووافقت على طلبك. جيجي يعني غلطت لاني وثقت فيك؟ اللي غلطت لاني سلمتك المسؤولية؟ ما بقدر كفي دارين خانم، هالمهمة صعبة، يعني عملت دورات بتخص الماركتينج وانتوا سلمتوني مهمة ما بفهم فيها وبعيدة عن اللي تعلمته. ما عندك شغل إلي بنوب، إذا الرسائل اللي عم تجي قليلة شو ذنبي؟ بس أنا مستغرب ليش لتكون الرسائل قليلة، أكيد في سبب ورح دور عليه وأعرفه. بتمنى تجيكم رسائل كتير ونتناقش فيها وننقي الأفضل للإعلام، بس عن جد دارين خانم هذا غلطكم، لازم تعرفي هالشي قبل ما تبلشي تعيطي علي وتبهدليني. أنا بقول لك حاضر وبسكت، لإمتى بدي أتحمل؟ مو معقول الناس ما رح تعطيكي أفكار منيحة، ما تعتمدي عليهم. كلامك كله مو مزبوط، بتروح هلا وبتلاقي لي سيناريو وبتجيبه وبتجي لعندي بسرعة. جيجي دارين خانم شو عم تقولي؟ وين بدي لاقي السيناريو؟ والله ماني ساحر لحتى الاقي بهالسرعه، شو بدي اعمل لاجيب لك سيناريو هلا؟ بدك تروح وتدور، يلا اوعى ترجع بلا. لا ترجع قبل ما تلاقي، مفهوم؟ الشغله زادت عن حدها، يلا كملوا شغلكم. الصبر له حدود وانا نفذ صبري بدون شيء كثير معصب. ما بيكفي مجد بيك تقلع من الشغل قدامي اليوم؟ انا من غير شيء رح موت من الخوف، لا وفوقها بتبهدل، شو بدي اعمل؟ عم فكر روح اشتغل ببار بالمره، لانه هون مين ما عصب بفشغله فيني. شو هي حربك معي؟ إنه ما تتطلع بوشي وتعتبرني مو معك؟ مبسوطة؟ مو مبسوطة ومتوترة. حابة تقولي شي؟ بنوب. إيه خليك عم تعمل هيك فيني، أوعك تتطلع بوشي جان، مو هون أنا. القهوة عملتها تقيلة وما رح تكون طيبة جان، ما سمعت مني قلت لك أنا بعملها. لك ريهام؟ شو عم تقولي؟ جان بيك عم تقولي له جان حاف؟ إيه هو هيك بده. كيف هو هيك بده؟ جان بيك قال لك قولي لي جان؟ آه؟ أنت لشو عم تخططي فهميني؟ لشو عم تخططي قولي فورا؟ قولي ريهام. جيجي اسمع هالسر معناتها. ما بدي، لا ما بدي، استنى. ما بحب الاسرار. لا اسكتي اصحي، لا تحكي ببوس ايدك، انا ما بحب الاسرار بالمره، بدي روح فورا، ما تحكي لي شيء. بدك تسمع. لا ما بدي. بدي خبرك انه حبيته وانه الباتروس اللي عم دور عليه طلع جان، وانه امبارح راح على دار الاوبرا وباسني مره ثانيه وبنفس المكان، ولا تخبر مخلوق بهالسر. جيجي جيجي شبك احكي. شو؟ جيجي جيجي Ha ha ha!
البطرس هو زنبق! البطرس هو زنبق! البطرس هو زنبق! كأنه غرق ما؟ جيجي! شو صار له؟ بيكون ما؟ لك شو صار له؟ شو القصة جيجي؟ حدا عارف شو بو؟ المسبح مثل البير الغميق. خلص أنا بروح بفهمه القصة، أنت هدي. كيف بتزت حالك بالمي بهالجو جيجي؟ أنت مجنون؟ جان بيك عم يقول إنه المشكلة بحضرتك. المشكلة فيني؟ أنا شو دخلني؟ ما عملت معه شيء. جيجي شبك؟ فهمني. جيجي قوم لشوف. جان بيك، جان بيك، أنا بعرف شو اللي عم يصير. جيجي بالعادة وخيلته بيخلق شيء بيشبه الفوبيا المؤقتة. تمام؟ فوبيا مؤقتة. وهلا بيكون خلق فوبيا من حضرتك، أنت اليوم ما تتطلع فيه ولا تحكي معه وبينتهي الموضوع. لا 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 تتطلع فيه جان، لا تتطلع فيه، لو سمحت. هو عمله فيني مرة وما اهتميت بالموضوع، تاني يوم مرق لحاله وانتسى، لا تتطلع فيه لو سمحت. ايه فهمت فهمت، ما رح اتطلع فيه ولا رح اتطلع لهديك الجهة أبدا، فهمت. قولي لجيجي إذا بده فيه روح على البيت. جيجي قوم روح على بيتك، يلا فيك تمشي. ايه طيب رح قوم روح على البيت. جان إذا بدك بخلي الفريق كلياته يروح لأنه خلصنا فرز والشغل الباقي فينا أنا وياك لحالنا نشتغله. ايه طيب يعطيكم العافية شباب، فيكم تروحوا إذا بدكم، والباقي حنشتغله أنا وداي. قوم هلك. طيب ماشي جان بيك، عن إذنكم. بوس إيدك قوم، رح يحسوا كلهم. جيجي يلا قوم على البيت. جيجي خلينا نروح، امشي. ايه من الاول خدي عني، عفت حالي. ايه قلت لها شيء بس هي ما اقتنعت تصدق. موفقة اختي. وانت حبيبتي. صباح الخير جيجي. جيجي اطلع فيني لشوف شو بوشك. طلعي فيني، كيف إلك قلب تعملي فيني هيك ريهام؟ ليش خبرتيني سركون؟ قلت لك ما بدي اسمع، شو استفدتي هلا؟ بدك طب اغراضي وروح على ضيعتي بسببك؟ على الأقل ضيعتي ما في أسرار بنوب، لأنه هنيك ما حدا بيحفظ السر. ودخلك وين هي الضيعة؟ طيب مو مهم انسى، لشو هالمبالغة؟ الموضوع ما بده كل هالتوتر. هلا هو صح سر حياتي وما لازم حدا يعرف فيه، بس ما توقعت هالقد تتعذب. ريهام رح جن بسبب سرك، أنا شو أعمل بهالمعلومة؟ شو أعمل؟ أخذها معي على القبر؟ على الأغلب صابني مرض السل لأنه ما بعرف شو ممكن يصيبني كمان، بس يجي اللي اسمه من 3 حروف على الوكالة. أنا شو بدي أعمل ريهام؟ ليش خبرتيني هيك شيء؟ ما بعرف شو بدي أعمل. شوف يقول. صباح الخير جان بيك. بعد ما باسني بالأوبرا رجع زعلني. خلص فص، ما عاد بدي اسمع شيء ولا حرف بقى. هس شو ناوية تموتيني انتي؟ ليش عم تخبريني؟ ريهام يلا امشي على الاجتماع. كاستي بيشربوها الصبايا. يلا جيجي امشي على الاجتماع. ما عم بقدر. شو عم تقول امشي؟ قوي حالك. ما بعرف بس حاسس جسمي مكسر. جرب تشد حيلك. بجرب. شبك تمسك فيني.